ايش جابك هنا؟ هذا كلام تقوله حق واحد ببيتكم جاي يزور المستشار التنفيذي اللي ما صرت اشوفه بالشركه، فقلت ازور البيت. شلون تبين اداوم واحنا متهاوشين؟ احنا وانتو متهاوشين، بس هذا ما له شغل بالشركه. وانت تحسب يعني انك لما تسوي كذي راح تنحاش مني وما راح اصيدك؟ وانت من قال لك ان عيالي بينحاشون؟ وانا بعد اقول كذي. ايش رايك نفتح اوراق الشغل هني ولا تي الشركه ولا ما بيننا وبين بعض؟ يوم تدور الشكوك حولك وتبعدها عنك وتحطها بعد ثاني، بصراحة أنا أشوف هذا الأسلوب أسلوب ذكي وعبقري، وما ظنت أنهم درسوك إياه بالجامعة. اللي درسناه بالجامعة هو البحث عن المستفيد قبل ما نطلق الأحكام والفرضيات بشكل عشوائي. زين أنك موجودة عشان تسمعيني اللي بقوله له. أبيك تشوف لي طريقة أطلع فيها آسيا من البيت واشتري حصتها. ما في أي حل قانوني، لازم هي بنفسها تبيعك، غير كذا انسى الموضوع. تطلع مين؟ انت تحسب تقدر تشتري الناس بفلوسك؟ وبعدين قول لي بالله عليك، وش مشكلتك مع خالتي بالضبط؟ مو طايقها. تصدق يا إبراهيم مو مرتاح لها، أحس بشمئزاز كل ما أشوفها. تصدق عاد نفس الشعور بالضبط. يعني مين قال لك أني أنا مثلاً مرتاحة وطايقة الناس اللي عايشين معنا بالبيت كلهم؟ إذا كنتي تقصدين مريم فمريم هذه بنتي وهذه الوريثة الشرعية من بعدي. حلو، وهذه خالتي ووريثة بعد، وزي ما حنا متعايشين مع اللي تقول عنها بنتك، انت بعد لازم تتعايش مع خالتي وتتقبلها وتحترمها. يا جماعة انتوا قاعدين تلفون وتدورون على الفاضي، آسيا ما راح تطلع من البيت إلا بقرار منها. معقم هذا جديد، ريحته أحلى. خلص رمضان ومن بكرة بنرجع نتغدى سوا.